هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يبعث أي رسالة إلى إيران تحمل تحذيرا من هجوم وشيك عليها. لم أرسل تلك الرسالة، لم أرسل إلى إيران أي رسالة تحذير من هجوم وشيك، ولا أتطلع إلى الحرب معها. لا يهمني كيف ستكون الصفقة الجديدة مع طهران طالما لا يكون بحوزتهم أسلحة نووية.